السلام عليكم جميعا. في البداية أنا يعني بحب أهني الدكتور هاني ودكتورة بتول على الميتنج جميل قوي دوت، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله يستمر يكون أكبر من كده وأكبر من كده. بشكر المنصة الكريمة دكتور عماد حبيبي دكتور جمال، أنا أول مرة أشوف حضرتك. أنا دايما بشوف حضرتك عيادة حضرتك في شارع مراد، صح؟ فرصة سعيدة أنا قابلت حضرتك. وطبعا دكتورة مها برحب بحضرتك. كان الدكتور هاني كان قال لي دكتور محمد عايزين نقول حاجة في الميتنج، فأنا قلت في كذا موضوع في بالي، وبعد قلت لا أنا عاوز أتكلم على الميديكال إيثكس في البيدياتريكس. في لائحة اسمها لائحة آداب المهن الطبية، حد قراها؟ نادرا ما حد قراها، طارق بس اللي قراها، دكتورة إيمان كمان. أنا قلت هفتحها وأشوفها وهشوف الحاجات اللي هتنفع معانا في البيدياتريكس. فطلع فيه كلام مهم، وبعض الكلام ربما يكون فيه ديبيت شوية، هيحتاج مننا برضو نقول يعني إيه ده يعني. طيب طبعا دايما أنا في أول أي محاضرة بقول فيها دايما بقول كلمة واحدة، البنات ألطف الكائنات. أنا عندي ثلاث بنات، فعشان كده دايما بقول البنات ألطف الكائنات. أنا هتكلم عن ثلاث نقط بسرعة كده. أول آيتم هيكون واجبات الطبيب وحقوق واجبات المرضى ورسالة لزملائي. هتكلم وافتح معاكم بصراحة البراكتس بتاعتنا في عيادتنا، وإيه الحاجات اللي المفروض نركز فيها من وجهة نظري أنا، ماي أون براكتس. أنا فاتح العيادة بتاعتي سنة 1987، يمكن بعضكم كان ساعتها لسه ما اتولدش يعني. فهتكلم من هذا المنطلق إن شاء الله. هتكلم بسرعة إن الوقت أنا عارف إن هو 15 دقيقة، ده قليل. لائحة آداب المهنة هي ديت اللي أنا استقيت منها الواجبات بتاعة الطبيب. هي اللائحة معمولة سنة 2003، ودي فيها مقدمة 61 مادة. طبعا ما جبتش 61 مادة، أنا اخترت الحاجات اللي ممكن تكون مهمة بالنسبة لنا قوي. أول حاجة طبعا أنا قلت أحطها اللي هو قسم الأطباء. قسم الأطباء لو تفتكر لما كنا بنقوله بنقف كده وبنقوله بعد لما تخرجنا، بنقوله وإحنا متأثرين جدا. القسم دوت فيه كلام مهم جدا، يعني لو حابين نقراه كده بسرعة. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كافة الظروف والأحوال، بازنا وسعي في استهلاك في استنفاذية من الهلاك والمرض، وأحفظ الناس كرامتهم وأستر عوراتهم عوراتهم وأكتم سرهم، وهكذا. مش عايز بس أن أنا أخذ الوقت كتير، كلام مهم جدا، وكلام هنلاقيه في وسط الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. من اللايحة بتاعت الأطباء اللي شفناها، اللايحة متقسمة لأربع أبواب، هي دي الأبواب اللي موجودة في اللايحة، بتتكلم على واجبات الطبيب ناحية المجتمع وناحية المهنة وناحية المرضى وناحية الزملاء. ناحية المجتمع طبعا يكون مخلص في عمله ويكون قدوة حسنة. طبعا كلمة دكتور يا جماعة دايما احنا واحنا صغيرين اعتقد كلنا كده، كانت كلمة دكتور لما حد يقول لك فلان ده ابوه دكتور او اخوه دكتور، في ذهننا على طول يبقى انسان محترم اخلاقه عالية مؤدب دايما بيساعد الناس. اعتقد هي دي كلمة دكتور بتعني كده، اللي كانت في بالنا دايما على طول كده، فيكون مخلص في عمله وقدوة حسنة ويسهم في دراسة سبل حل المشكلات الاجتماعية، ولو في مشكلة صحية منتشرة ولا حاجة مرض معدي ولا حاجة بيبلغ السلطة. ده واجباته ناحية الايه؟ ناحية المجتمع. ناحية المهنة الدقة والأمانة في تصرفاته. طبعا لسه بقولك الدكتور لازم يبقى مثال للأخلاق العالية. لا يجوز ايتيمز بقى يا جماعه مهمه، لا يجوز للطبيب ان يحرر تقريرا طبيا او يدلي بشهاده بعيده عن تخصصه. ما تفتيش في حاجه مش تبعك. الحاجه الثانيه ما تكتبش تقرير من غير ما تشوف العيان، ما تقولش حاجه في عيان وهي مش موجوده فيه وانت ما شفتوش، انت بتحط نفسك في مساءله قانونيه. لا يجوز للطبيب ان ياتي عمل من الاعمال التاليه: السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور. دي اللي بقول لكم حاطط عليها علامة إيه؟ استفهام. كان ما بيحصلش طبعا بصراحة بالأمانة، الكلام ده ما بيحصلش. طلب أو قبول مكافأة أو أجر مادي من أي نوع من أي نوع إن كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة أو إرساله إلى مستشفى أو إرساله مركز أشعة
او مركز تحاليل، كلام ده عيب، عيب ميديكال ايثكس، عيب. مش احنا اللي نقول هاخد نسبه كذا، وده بيحصل معاكم كلكم وحصل معانا كلنا. يجي بتاع المعمل يقول لك انا عاوز اديك نسبه، الكلام ده يا جماعه لا لا يصح ايثيكالي، لا ما يصحش ابدا. لا يجوز تطبيق طريقه جديده للتشخيص او العلاج ان لم يكن اكتمل اختبارها. مين فاكر الموضوع بتاع الاعلامي الله يرحمه وائل ابراشي؟ لو تفتكروا الدكتور اللي كان بيعالجه، الدكتور ده اداله علاج، جربه وكان عنده كوفيد مش كده. الراجل ده كان بيعالج الدكاتره او بيعالج المشاهير ببلاش، ده اللي احنا عرفناه، ما كانش بياخد منهم حاجه. فكان بيجرب معاهم، بيدوهم الايه فاكرين السوفالدو، كان بيدوهم السوفالدو بتاع الهيباتايتس. خد السوفالدو وبعدها بشويه حصلت الوفاه، فالدنيا اتقلبت على الدكتور ده. ليه؟ عشان السوفالدو مش مكتوب انه من ضمن الحاجات الابروفد. فارجوكوا يا جماعه ما تستخدمش علاج الا ما يكون ابروفد، ما تحطش نفسك تحت درس القانون او تحت درس الاخرين. ليه؟ خلاص انت شايف ان دواء معين، لا ما تكتبوش طالما هو مش ابروفد انه يستخدم في المرض ده. ما تضيعوش مجهودكم وحياتكم علشان حاجه بسيطه زي كده. لسه في حاجات تانية هنقولها. لا يجوز للطبيب ان يقوم بالدعايه لنفسه على اي صوره من الصور، سواء كان ذلك بطريق النشر او الاذاعه المسموعه او المرئيه او عبر وسائل الانترنت او اي طريقه اخرى من الاعلان. ده موجود في اللائحه، نو كومنت، ده النت مليان. ايوه لا ما هو يعني كان حتى مكتوب من ضمن الحاجات بس انا شلتها، قال لك انت لما تيجي تسافر اكتر من اسبوعين ليك الحق انك تنزل اعلان في الجورنال، ولو انت لسه فاتح العياده من حقك تنزل اعلان 3 مرات بس. ده الكلام ده في اللائحه، لكن طبعا انا نو كومنت. يجب على الطبيب ان يلتزم في اللافته والمطبوعات والتذاكر الطبيه وما في حكمها بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمه لذلك. تلاقي مكتوب كده يافطه مكتوب عليها خريج جامعات اوروبا وامريكا، زميل جامعه ميتشيغان مش عارف ايه، واستاذ بجامعه مش عارف امريكا، هو فتح في كفر بوتشت. ف برضو واحد كان دكتوراه ومش عارف ايه، الا بيكون اساسا بعضهم مش دكتور اساسا وبيكتب حاجات زي كده، عيب. يعني اكتب الحاجه اللي انت فيها، انت اخصائي اكتب اخصائي، استشاري اكتب استشاري، استاذ اكتب استاذ، مدرس اكتب مدرس، مش عيب. على الطبيب ان يحرص على التعلم والتدريب الطبي بشكل دائم. انا قريت الكلمه دي واثرت فيا قوي، قلت احنا طلعان عين اهلنا في حته التدريس. احنا فعلا لازم تبقى اب تو ديت، لازم غصب عنك انت بذمتك الطريقه اللي بتعالج بيها دلوقتي زي من 20 سنه؟ مش ممكن. الوسائل اللي بتعالج بيها دلوقتي، احنا ايامنا كان لسه طالع الصور. انا ايام 82 تقريبا، دكتور احمد اكيد حضرتك كنت معايا دفعتي او حاجه زي كده. دفعه كام يا دكتور احمد؟ 84. ايه ده انتصر مني. طيب تخيلوا كان لسه السونار، كان لسه بيقول يا هادي السونار، كان لسه بيقول يا هادي سنه حاجه و80. دلوقتي شوفوا وسائل التشخيص اتغيرت خالص. فبقول لك الطب بيتغير، لازم تواكب هذا التطور، لازم تبقى انت اب تو ديت، تعرف الادويه الجديده، تعرف الاساليب الجديده في العلاج وهكذا. ما تفضلش واقف محلك سر، محلك سر يبقى انت توقفت. لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض او التوصيه بعلاج من خلال بيانات شفهيه او كتابه او كتابيه او مرئيه دون مناظره الطبيب، دون مناظره المريض وفحصه شخصيا. ها ما تكتبش، شفت اكيد النكته اللي موجوده على الفيسبوك، يقول لك ايه الدكتور ده اللي لا بيعالج بالواتساب ولا بيعالج بالميسنجر، بنبعت له ما يشخصش وما كتبش علاج. ما تشخصش وما كتبش علاج. احنا والله العظيم في موقف صعب جدا جدا، ان كل واحد يبعت لك يقول لك ابني عنده كذا وكذا وكذا اديله ايه، انت حنيه منك بتقول له خد كذا. الولد ده لو قال له الرجي من الدواء ده، ولو حصل له انافيلاكسس، حصل موقف لاحد الزملاء كنا مسافرين مع بعض، كنا باريس ساعتها، حتى حكى لي بيقول لي في ام اتصلت بي، دكتور ابني بطنه منفوخه. قال لها بيرجع، كان عمره سنه تقريبا او سنه ونص حاجه زي كده، بيرجع
قالت له لا. بيسل؟ لا. في حاجه تانية؟ في سخونيه؟ لا لا، غالبا دي شويه غازات. ادي له سايمسكون، اي حاجه من الحاجات ديت، وموضوع واضح ان هو موضوع بسيط. بعديها بحوالي شهر بعتت رساله قالت له منك لله، انت سوحتني وضيعتني وسوحت ابني. ليه بس يا حاج؟ الولد بطنه لما فضلت كبيره كده بعدها باسبوع ولا حاجه راحت لدكتور تاني قال اعمل له سونار، طلع عنده ويلمس تيومر. الطاعز بقى، الطاعز، ها؟ مش بيترفض بطنه منفوخه وايه يعني؟ بيرجع وايه يعني؟ سالو بستراكشن يا سيدي، ممكن يطلع سالو بستراكشن. بيجيب دم في البراز، ممكن يطلع انت سسبشن. ارجوكوا ما تتساهل، وبقول لنفسي هذا الكلام والله انا برضو معاكم في الغلب ده، ما تتساهلوش في وصف العلاج للمرضى عن طريق الوسائل الواتساب والمش عارف ايه والفيسبوك والحاجات دي كلها. لا، المفروض انا بشوف العيان، وفي بعض العيانين بيقوا في منتهى قله الذوق، يقول لك الولد سخن براجع. لا، من فضلك مفروض نشوف. هو انا ما اقدرش تكتب لي علاج غير لما اجي لك، غير لما اجي ادفع الكشف. لما تدفع الكشف ايه هو عيب؟ او مش بقول عشان الكشف كفلوس، اقول عشان اقدر اقيم العيان اللي قدامي. لكن قله الذوق دي لا، ما تنفعش. مش من حقك اساسا تكلميني وتقولي لي ابني عنده كذا كذا وصف لي علاج. لا، مش من حقك. تمام؟ اذا تم الاتصال او استشاره بين طبيب وطبيب اخر، انت كلمت حد بفضلك حصل كذا كذا، بس ساعات بكلم طارق بقول له طارق عندي حاجه شورت تيتشر كذا كذا كذا، يقول لي طب نعمل كذا كذا. في النهايه مين المسؤول عن الطفل في الاخر؟ الطبيب الاصلي اللي هو بيعالج المريض. يعني هو بيحصل مشكله، خلاص خدت استشاره طارق وطارق قال لي ادي له حقنه كذا، والعيان جاله مشكله من الحقنه، طارق مسؤول؟ لا، انا المسؤول. تمام؟ فخلي بالك المسؤوليه بتقع على عاتقك انت كمعالج للطفل. عند مخاطبه الجمهور في الموضوعات الطبيه عبر وسائل الاعلام تجنب ذكر، مش عارف ابلعها، تجنب ذكر مكان عمله وطرق الاتصال به والاشاده بخبراته او انجازاته العلميه، ويكتفي فقط بذكر صفته المهنيه ومجال تخصصه. نو كومنت. ان تكون مخاطبه باسلوب مبسط، طبعا تكلم ناس باسلوب مبسط. تجنب ذكر الاراء العلميه الغير مؤكده، احسن طبعا، ما تجيش تقول كلام ويطلع مش مؤكد ويطلع انت تحمل مسؤوليه بعد كده. واجبات الطبيب نحو المرضى، انا هاخد كام دقيقه كده هاني، معلش هاني كام دقيقه سريعا كده معلش. نحو المرضى طبعا يبذل كل ما في وسعه لعلاج المرضى ويوفر المعلومات المتعلقه بحالته المرضيه. بص، انا لما بيجي العيان لما باخد منه هيستوري بحاول اخد هيستوري بسرعه، بس لا تتجاهل شكوى العيان، لا تتجاهل شكوى العيان. لما تاخد وتفهم الوضع حاله جاسترونترايتس بس، فاهم الام، خلي بالك النزله المعويه دي غالبا حاجه فيروسيه بتقعد من 4 إلى 6 أيام، الفوميتنج بيتحسن الاول وبعد كده الاسهال بياخد وقت، بعدها يومين ثلاثه. الادويه اللي بنديها هتاخد وقت شويه قبل ما تجيب نتيجه. لو حصل بريزيستنت فوميتنج روح على طول ركبي له محاليل او اتصلي بيا ابعتي لي رساله قولي لي اخباره ايه. توصل للعيان معلومات عن المرض اللي عنده وتعرفه ازاي يتصرف، ما تسيبوش كده زي الغرقان. في دكاتره الولد عنده كذا، مع السلامه. ايه يا دكتور؟ الصيدلي هيديك العلاج. لا، ما ينفعش، ما ينفعش، لازم المريض يعرف هو عنده ايه. على الطبيب ان يلتزم بحدود مهاراته المهنيه وان يستعين بخبره من هم اكفأ منه. لما قريت العباره مني دي قلت كده وفوق كل ذي علم عليم. انت مش يعني خلاص بقيت في الطب لعلمك. الشيء الغريب بقى في الطب، كلما كنت صغير بتحس انك انت قوي جدا، كلما كبرت بتحس لا، الطب بحر كبير قوي، محتاج اتعلم اكتر، محتاج اعرف اكتر. ده حقيقي، كلما كبرت كلما تحس من جواك انك عاوز تتعلم اكتر وانك لسه لسه لسه. الحاجه الثانيه، مفيش شيم، مش عيب ابدا ان اقول للعيان من فضلك الحاله دي محتاجه الزميل الفلاني استشاري الامراض العصبيه يشوفه ويتابعه الدكتور الفلاني، وهكذا. ده بيحصل معنا شخصيا. على الطبيب ان يراعي الاتي: عدم المغالاه في تقدير اتعابه، يا ريت ان يلتزم بالادويه الضروريه، ويستحسن تكون الادويه الوطنيه عشان السعر مش غالي. يعني ان يقتصر على طلب التحاليل او وسائل التشخيص الضروريه فقط. على الطبيب ان ينبه المريض ومرافقيه لاتخاذ الاساليب الوقائيه. دي بس النقطه دي انا عايز انبه حاجه بقى
او النبي سيب بالله. في عيانين بيخشوا عندنا في الحضانات وخصوصا بريماتيورز وهم خارجين لازم نقول لهم يعملوا ايه؟ ها؟ فندس عشان ريتينوباثي وبريماتيورتي. وكلكم تتذكروا ال 13 دكتور اللي اتحولوا للنيابه وتقريبا اتحكم عليهم بالسجن علشان ما حدش قال للمريض انه يعمل فندس. حاجه مرعبه. فعشان كده امن نفسك تماما. انا كنت قبل كده في الحضانات بقول بريماتور اعمل له فندس الفول تيرم مش لا دلوقتي بعمل البريماتور. اي عيان دخل الحضانه وخد اكسجين بعمل له فندس. ما تترددش. فاهمني يا جماعه؟ ما تترددش. يروح يعمل فندس واكتب وبعدين شوف اللي بعدها. يجوز له طلب توقيعهم. خلي المريض لما انا بديله الريفرنس او بديله الجواب للتحويل اقول له امضي لي استلمت الاصل صوره واستلمت الاصل عشان لما يجي بعد كده بسنه يقول لك ابني عندي ار او بي. انا قلت لك يا ابني. وفي عينين مهملين جدا يعني جاي لي عيان عمره 6 أشهر بيقول لي يا ابني انت عملت ده كان ساعه ما خرج من الحضانه ما عملت. قال لك لا ما عملتوش. والواد كويس. حاجه مرعبه. طب العيان ده مهمل لو راح وطلع عنده ممكن يجي يتخانق معايا يقول لك عنده ار او بي. لا اهو انت ماضي انك انت خدت التقرير وخدت انك انت لازم تعمل الفندس اكزامينيشن. لا يجوز افشاء اسرار مريضه. يجب ابلاغ الجهات المخصصه لو في عنده اي حاله حاسس ان فيها شبهه جنائيه تشايلد ابيوز مثلا او سيكشوال ابيوز. جينا على الجرح بقى. للطبيب ابلاغ النيابه العامه عن اي اعتداء يقع عليه بسبب اداء مهنته. الكلام ده طبعا حصل بقوه بعد الايه الثوره. واجبات الطبيب نحو زملائه. على الطبيب تسويه اي خلاف قد ينشا بينه وبين احد زملائه بالطرق الوديه. زعلان مع صاحبك زعلان مع زميلك روح لرئيس القسم لسه الموضوع روح للنقابه وهكذا. لكن نمسك بعض ونشتم في بعض ونضرب في بعض ونوه على الفيسبوك وعلى وسائل لا عيب ما صحش. لا يجوز الطبيب ان يسعى لمزاحمه زميل له بطريقه غير كريمه في اي عمل متعلق بالمهنه. ما تجيش تزق صاحبك العيان الفلاني لا ده فاتح جنبي في العياده اللي جنبي او في الشارع اللي جنبي لا هاتوه ونزل ناس تحت يبعتوا لي ده عيب عيب عيب. لا يجوز للطبيب ان يقلل من قدرات زملائه. مهمه جدا بقى دي. افاجئ واحد يقول لك يا دكتور رحت للدكتور فلان قال لي مين اللي كتب لك العلاج ده؟ وساعدوا لك بلفظ اقصر شويه مين اللي مش عارف ايه اللي كتب سفاله وقله ادب. اللي يشتم زميله كما تدين تدان. هتقول على زميلك كذا بكره ربنا مش هيسيبك. ما انت حمار اكيد. اللي بيعمل كده اكيد حمار. اللي يشتم زميله ده اكيد حمار. لابد احترم زميلك. احترم الزماله يا اخي حتى لو غلط. والواحد والله بيشوف حاجات كتيرة جدا شوف بلاوي زاد لكن لا خلاص يا جماعة الدواء ده مفيش داعي ليه. هنكتب دواء جديد. الاخ ده اخ زميل وفاضل ده انا كنت بدرس له بتاع. لكن ايه ده؟ ايه مين كتب الكلام ده؟ قال يعني كده انت ابو العريف بقى اللي هتجيب التايهة. عيب. ما يصحش. ما تاخدش وش على زميلك بكلام فارغ. انت فاكر العيان بيطيل عليه الكلام ده؟ العيان ما بيصليش عليه الكلام ده خالص. لما بيلاقي دكتور بيتعدى حدوده بيعرف ان الدكتور دوت لا ده مش واثق في نفسه اساسا بيتكلم بالطريقه دي. فاهمني؟ خد ثقه في نفسك خليك هادي ورزين وحول عيان وجيب العيان. بالعكس انا في عيان كتير جدا لما بحول المتخصص ثاني والله العظيم بيشكروني شكرا دكتور عملنا حولته حد كارديولوجي محتاج حاجه احوله كارديولوجي نيورولوجي وهكذا. لا يجوز ان يقلل الطبيب من قدرات زملائه. الحاجات دي معلش انا فوتها بقى يعني مش مشكله دي خالص. معلش انا بس في نقطه بس واحده صغيره عايز اقولها. نقطه واحده بس من دول. لا يجوز للطبيب فحص او علاج مريض يعالجه زميل له في مستشفى سيان بقى اني مستشفى خاص حكومي الا اذا استدعاه لذلك الطبيب المعالج او اداره المستشفى. ما تتعداش. وساعات بنعملها بعفويه يعني ساعات يجي يقول لك واحد يقول لك انا ابني محجوز في الحته الفلانيه تعالى شوفه. تمام تقوم انت رايح كده عفوية شديدة جدا وداخل معاه وكشف عليه. غلط. تتعديت حقوقك المهنية. الأول تستأذن مين؟ تستأذن زميلك اللي بيعالج العيان ده. فاهمني يا جماعة؟ أوكي؟
إذا رفض خلاص مش مشكلة. إذا رفض الطبيب المعالج القيام بعلاج المريض وفقا لمقرر الأطباء المستشارون فيجوز له أن ينسحب تاركا مباشرة. يعني بمعنى صح، لو في دكتور بيعالج طفل والحالة صعبة معاه وجاب كذا واحد استشاري معاه عشان ياخد رأيهم ورأيهم ما عجبهوش، لا أنا مش عاجبني، خلاص ممكن تتنحى وتخلي حد من الاستشاريين دول هو دوت اللي إيه اللي يتابعه. تمام، ممكن من حقه ليجوز للمريض او اهله دعوة طبيب اخر او اكثر على سبيل الاستشارة. من حق اهل المريض يقول لك انا عايز دكتور تاني يشوف، مش عيب، بس بشرط موافقة الدكتور اللي بيعالج. لو انت معترض ان حد تاني يجي يشوفه ممكن تسيب الحالة وتخلي حد تقول لهم يا جماعة انا اسف، انا حالتي انا بتابعها، لو عايزين حد يشوفه انا بعتذر، انا مش هكمل علاج العيان، مش عيب ابدا. اهو ويجوز للطبيب الاعتذار عن استمرار علاجه اذا اصر اهل المريض او اهله على استشارة من لا يقبله بدون ابداء الاسباب. انت ما انا مش عاجبني ان حد يجي، خلاص تفضلوا شوفوا اللي عجبكم يجي عالج العيان. البنات الطف الكائنات، بحبها قوي الصورة دي. لسه ما خلصتش. انا افوت دي، انا فضلي بالظبط، انا عايز اتكلم معاكو معلش في 5 دقايق كمان، معلش بقى يعني ما انا رسالة الى زملائي. بصوا بقى، بتكلم كلام ليا اساسا وليكو، ده مش انتقاد، ده حقائق بتحصل معانا ليا وليكو. ما انا قلت نفسي ابلغ، يعني ابلغ وحاجات جوه نفسي كده. اول حاجة عيادتك، عيادتك لازم تبقى يا فندم نظيفة مفيهاش تراب. ساعات بنروح لبعض الزملاء تلاقي التراب كده، وتلاقي ساعات المنظر مش حلو خالص، وزي وجايب تلفزيون ايام سيدنا عكروت بتاع جده حطه في، بدل ما يرميه يحطه في العياده. لا لا، خلي عيادتك شكلها ده، في ناس بيعملوا عيادات تشرح العين، يخش كده يفاجئ ايه الجمال ده، مش تحط لي انتريه من ايام سيدنا عكروت برضه بتاع سته كانت هترميه قالت لا حطه في العياده. لا يا جماعه، خلي الاساس بتاعك البساطه والذوق، انا اقصد الاساس بتاع العياده بتاعتك يكون اساس مش شرط يبقى غالي، مش شرط يبقى غالي، يبقى شكله بس لطيف كده، لكن مش حاجات قديمه ومهكعه وتلاقي كنبه مهبطه كده وحاجه تكسف. توفر الادوات اللازمه، سيادتك عندك سماعه، السماعه اللي خرجت من دخلت في ودنك مش عارف تطلعها او اتقطمت، مفيش سماعه تانية، مفيش سماعه تانية، يخرب بيتك يا اخي حط سماعه تانية عندك. الميزان مفهوش بطاريه، البطاريه خلصت، حوز العين يا اخي تنيل، خلي عندك بطاريتين ثلاثة جنبك، خفض اللسان خلص، يا دي النيل على امك امك السودة دي. فانتوا فحاولوا الادوات الاساسيه بتاعتك دي، ابسط حاجه مش هقول لك البطاريه، كلكم اطفال طبعا، البطاريه لما احط البطاريه لازم يكون البطاريه، تلاقي فجاه بطاريه تنيل، خلي عندك الحاجات دي كلها متوفره وعندك كذا بديل ليها. تمام، فالادوات بتاعتك اجي بقى نقطه النظام. اي حد عيادته شغاله فيكو كويس هيفهم اللي انا بقوله ده. احنا اتزلينا في وضع نظام لدخول العيانين. المريض المصري ما بيعجبوش اي نظام، واذا اتحط نظام بيحاول يكسره، ساعات بالزعيق، ساعات بالبرمجه كده، ساعات كده. انا جربت انظمه كتيره جدا في العياده، خصوصا لو انت عندك العياده بتاعتك كراودد شوي. اول حاجه النظام الدخول بالحضور، تروح تلاقي 20 واحد، رقم 20 ده يخش بعد 3 ساعات. طب نظام الحضور بالوقت، وقت مين؟ كل سنه طيب. العيان يقول لك ده انا هاجي الساعه ميعادك الساعه 6، يجي لك 7:30 انا اخش ميعادي الساعه 6، والتاني يقول لك انا جاي عادي، وهكذا. فللاسف موضوع النظام بتاع العياده ده، انا اخر نظام توصلت له، اخر نظام توصلت له، مش عارف بقى انتوا بتعملوا في عياداتكم ولا، وانا بقول لكم على النظام اللي بنعمله. بنعمل ايه؟ اول حاجه مفيش عيان يجي من غير حجز، لازم يتصل بالتليفون قبل ما يجي، سيان تليفون او موبايل اللي معاه، دي نمره 1. نمره 2، السكرتير يقول على التايم تقريبا الافريج اللي هيجي فيه، يعني تيجي مثلا في حدود الساعه 6، ويقسم اول مثلا 6 من الساعه 6 للساعه 7، من 7 ل 12، من الساعه 7 للساعه 8، وهكذا. يعني بقسم الارقام بتاعت العينين على ايه، ويدي كده ويقول لهم كده انت هتيجي
هتخش بعد العيد اللي موجود، خلي بالك، او بعد اللي موجودين. مش يقولك انت قلت لي ميعاد الساعه 6 لازم اخش دلوقتي، لا يا ابني انت 6 وتخش. طب ايه لازمه الحجز عشان اوزعكم على مدى اليوم؟ عاوز تيجي زي البطيخه كده هتلاقي قدامك 20 واحد، تمام؟ فنظام العياده ده مهم جدا ومحتاج تركيز قوي قوي مع المريض ومع السكرتير نفسه. سيادتك بقى المظهر، سيادتك في العياده ما تروحش لابس كوتشي، ما تروحش لابس جينز. بتكلم على العياده، يمكن في مستشفى النواب وكلام من ده، لا ما فيش مشكله، النايب ده بيكون مطحون ومش شايف قدامه اساسا مظهره مين، اشعص اخبر على طول. لكن بتكلم على عيادتك، لا لازم مظهرك. انا كنت لما كنت بسافر بره في السعوديه كان مدير المستشفى مد اوردر كده، ما فيش دكتور يخش عيادته الا وهو لابس قميص وجرافطه وفوقهم البلطو، هو كده مش حاجه اسمها تخش عيادتك من غير بلطو. عيادتك لابس قميص وجرافطه والبلطو، شكلك يبقى مهندم، شكلك حلو، شكلك نظيف قدام العيان. التزام بمواعيد، تقول لهم موعدنا الساعه 6 وتقول لهم الساعه 9، حرام عليك يا اخي حرام. انت ادي مواعيد على حسب اللي انت هتيجي فيه، قول لازم تدي هنت يا جماعه انا باجي ميعادي الساعه كذا، ما 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 تسوحش العيال معاك، حرام عليك. انت نفسك رحت للدكتور ميعاده الساعه 7 وجالك على الساعه 10 هتزعل. الاسلوب حاجه من اللي يعني لا الاكستريم، لا تبقى متبسط قوي مع العيان، تهرج معاه وتضحك معاه وتهزر معاه، لا مش مقبول. ولا تبقى متعالي على العيان، ايه ده ماله حطيه شيليه، لا متبسط ولا متعالي، تمام؟ ولا مؤاخذه بقى، لا تسمح بالتجاوز. يعني بعض العيين يقول لي هو انت كتبت لنا المره اللي فاتت مش عارف ايه، افوتها له اول مره، هو انت جبت لنا او العيان كنت قلت لي هم ساكت، يقول له اسمع حضرتك قلت لي، مش انت قلت لي، اسمع حضرتك. يتلجم انا فوتها مره الاولانيه بس اقول يمكن مش واخد باله، لكن يقول لي انت مش انت، انت وانت ايه؟ لا طبعا راجل دكتور ومحترم وجاي لك، لازم يتحد له حد في الكلام. الالتزام الاسلوب، تنظيم الوقت وتجنب الارهاق. شوفوا بقى اطباء مصر كلهم، كلنا بصراحه احنا بره بيبقى عندك تايم ليميت، زي كمان عندك تايم ليميت، في وقت انت بتشتغل فيه، بتخلص الدوام بتاعك. كنا بنخلص الدوام على الساعه 4 الظهر، تبقى ملك، ما فيش لا عيادات ولا بتاع ولا، خلاص انت كده خلصت شغلك الا اذا كنت انكول. هنا بقى في مصر يو ار فري، انت بتشتغل شغل حر، فتلاقي من العياده دي للعياده دي للمركز ده للمركز ده للمستشفى دي المستشفى دي، وفي الاخر يجي لك انجينا وانفاركشن وتتك على الله. انت بتعمل كده لمين؟ كل ده بتعمله عشان الورثه، عشانك انت، انت بتشتغل عشان الورثه. وللاسف الشديد الدوامه دي كلنا بنمشي فيها، بالذات الميلز، اعتقد الفيميلز بيبقى وضعهم مختلف، كلنا بنمشي في الدوامه دي. ارجوكم نظم وقتك وتجنب الارهاق عشان ما تتسوحش. اخر سلايد هقولها، العيان بتاعك اسمعه بتركيز زي ما قلنا، خد شكوه العيان، بس ما تخليش العيان يتوه منك. بمعنى ايه؟ بعض العيانين بيبقوا مش عارف يعني العقليه بتاعتهم ماله، يقول لك اصله كان تعبان ورحنا بيه المستشفى وخد علاج وحولوه عملنا اشعه، يا ستي الولد ماله، اصله خد العلاج ده يا دكتور وبعدين خدنا التقرير، يا دي النيله. بقول لك يا ستي ما شكوته ايه؟ شكوته ايه؟ ها سخن؟ من امتى؟ ها معاه كحه؟ معاه ترجيع؟ معاه اسهال؟ طب مع الكحه في كذا؟ انت بقى اعمل ليه ده؟ مش هينفع انك انت العيان تسيبه من نفسه كده يتكلم، مش هتخلص، تمام؟ بس في نفس الوقت تكون مركز معاه بحيث تقدر تحلل الداتا اللي بيقولها لك. التحليل والاشعات الضروريه فقط، ما تجيش عيان عنده هيباتيتس تعمل لي بيدروبين اس جي وبي اس بي تي وبقى كلام فوسفاتيز والروب اللي قلبه من مين يا جدع؟ ده فرع الهيباتيتس، انت حرام عليك. دونت اوفر انفستيجيت، فلوس على الفاضي، وخصوصا برضه في المستشفيات. احنا بصراحه كنا زمان المستشفيات الحكوميه بتلاقي نفسك بتكتب ليه ما تكتبش تحاليل كتيره؟ كل ده كوست، اذا ما كانش كوست على العيان هيبقى كوست على الدوله. فارجوك ما تعملش اوفر، انت شوف العيان ده محتاج ايه بالظبط، ايه التحاليل المطلوبه بالظبط. الروشيت يا دي النيل، انا متاكد ان في بعضكم ما بيعرفش يقرا خطه. المنصه دكتور جمال، حاضر خلاص، اخر حاجه
بعضكم ما بيعرفش يقرا خطه، فخلي بالكم خطك لازم يقرا. الجرعه بتاعت الدواء اكتبها وانت مركز، لان الجرعات دي هتختلف، ممكن توديك في داهيه. مده العلاج لازم تكتب 5 سم كل 8 ساعات لمده كذا. عدد الادويه، اذا ما ده ينفعش ده هينفع، اذا ده ما ينفعش ده هينفع. لا لا، كتر الادويه بالعكس اوفر ميديكيشنز هيؤدي الى ان العين هيفوبت، مش هيتقبلها. لو الحاله حرجه عندك لازم تبقى في وسيله تواصل، حاله جاسترونترايتس لازم في وسيله تواصل اتعامل مع العيان. لا تتردد في تحويل، مش عيب ابدا انك تحول العيان لحد تاني او المستشفى تاني. واسف على الاطاله واقول لكم ثانك يو فيري ماتش.